طيب، احنا في المحاضرة الماضية قد افتتحنا بعضا من المسألة، وهي مسألة الواجب المخير، وقلنا بأن ما وقع فيه الوجوب لا تخيير فيه، وما وقع فيه التخيير لا وجوب فيه. يبقى ما وقع فيه الوجوب وهو الكلي اللي هو الواحد لا بعينه، هذا لا تخير فيه، وأنه يجب على يعني من خوطب بهذا أن يفعل هذا الواحد لا بعينه، لكنه عند التطبيق لا يكون إلا مشخصا، لكن الواجب عليه واحد لا بعينه. قد يحصل هذا في أي فرد من أفراد الكفارة شاء، لكن خصوص الخصال التي على سبيل التخيير لا وجوب فيها بعين كل خصلة من الخصال، إنما الواجب واحد لا بعينه، قد يتحقق في أي خصلة من الخصال الثلاث. فقال ابن السبكي: مسألة الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه. ما هو الواحد لا بعينه؟ اللي هو القدر المشترك الذي تشترك فيه الخصال المختلفة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو هذه الثلاثة، كل واحد منها على حدته ليس واجبا من حيث هو، إنما هو واجب من حيث إنه قد يتحقق فيه ذلك القدر المشترك وهو الواحد لا بعينه. وهذا هو مذهب الفقهاء والأشاعرة، وهو الأصح أن الواجب واحد لا بعينه، وأن هذه الخصال هي محال لتحقق ذلك الواحد الذي لا بعينه. وقيل الكل، وهذا القول منسوب للمعتزلة كما في الشرح. الواجب الكل، يعني ايه بقى الواجب الكل؟ عندما تحرر معهم هذه العبارة يتبين لك المراد. هل يعنون بذلك ان كل خصلة من الخصال من حيث هي واجبة، أم أن لهم معنى آخر يقصدونه ويريدونه من هذه العبارة؟ وقيل الكل، يعني الأمر بواحد من أشياء يوجب كل الخصال. قالته المعتزلة: وعلى هذا إن فعل هذه الخصال بأسرها أثيب عليها ثواب الواجب، وإن ترك هذه الخصال بأسرها يعاقب عليها عقاب ترك واجبات. يعني إيه بقى؟ يعني كلها وجبة، ولو فعلها جميعها يثاب عليها ثواب الواجب، ولو تركها جميعها يعاقب عليها عقاب الإيه؟ الواجب. هل ده هو ده مرادهم؟ هنا الكلام يوهم هذا، إن مرادهم هذا. طيب، ما دام الكل واجب، لو أنا فعلت واحد ما الذي علي؟ وما دام الكل واجب، لو أنا تركت الجميع وعاقب إزاي؟ قال: ويسقط بواحد. لكن سبحان الله يقول لك: لا، هو الجميع واجب، ولكن لو أنت فعلت واحد من هذه الثلاثة هيسقط به الواجب اللي كان عليك اللي هو الجميع. ويسقط بواحد، يعني يسقط الكل الذي وجب عليك بفعل واحد منها. وقيل، وفي تحرير هنا كمان للعلامة العطار في هذه المسألة، إن العلامة العطار بيقول ظاهر الكلام بيقول إن الخلاف معنوي مش خلاف حقيقي،
ولذلك يقول العطار ظاهره، لأن نفس العبارة دي أو قريب منها هي عبارة المحل. قال ظاهره أن الخلاف بين هذا القول وما قبله معنوي، خلاف في المعنى وليس في اللفظ. وعليه جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وغيرهم، مدرسة، والآمدي ده مدرسة وعلى رأسها ابن الحاجب وماشي كده تحت. وذهب جماعة منهم الإمام الرازي ومدرسته وإمام الحرمين، بس كان يعني كانوا بدأ كده بإمام الحرمين، يعني ده إمام الحرمين لوحده ده مدرسة قبل الإمام الرازي. إيه؟ أنا ناقل العبارة زي ما عنده هناك، فأنا بعترض بس بقول يا ريته كان قال إمام الحرمين والإمام الرازي، لأن الإمام الحرمين أجل في الفقه والأصول وأقدم، يعني بس تقديمه يعني للتقدير، ما تحطش زي على رأي المصريين يقول لك ما تحطش حمارتك جنب حمارة العمدة. وذهب جماعة منهم الإمام الرازي وإمام الحرمين إلى أنه لفظي، لأنه عبارة عن خلاف في العبارة، فمعنى قوله إن الكل واجب يساوي إن الواجب واحد لا بعينه، الاثنين كده زي بعض يعني، يعني ده كلام من دخل في عقلية المعتزلة وفهم مرادهم وفهم قواعدهم. قال في البرهان وأصحاب المقالات عن أبي هاشم أنه قال الأشياء كلها واجبة يعني، وإن صح هذا النقل فليس آيلا في التحقيق إلى أن الخلاف معنوي، وقصاراه يعني نهاية هذه العبارة مما تفيده من المعاني والأحكام نسبة الخصم إلى الحيف في العبارة، يعني عايز يقول له إيه، أنت عبرت ولكن عبارتك كانت جائرة لأنها أعطت معنى عبارة أخرى، لكن أنا عارف أنت عايز إيه، أنت عايز تقول هو واحد لا بعينه، لكنك عبرت، ده كلام إمام الحرمين، لكنك عبرت بعبارة تقتضي أن الكل واجب وأنه لو ترك الكل يعاقب عليه عقاب ترك واجبات، وأنه لو فعل الكل يثاب عليه ثواب واجبات، وأنه لو فعل واحدا وترك الباقي فالواحد يقوم مقام الجميع. قال له عبارتك دي كده اهو جائفة، يعني فيها حيف وفيها ظلم لمرادك، فهو يعلمنا أنه ينبغي أن يكون التعبير على قدر المعنى، أن يكون التعبير على قدر المعنى، وينبغي للإنسان أن يتحرز عن الحيف في عباراته حتى لا تؤدي إلى معنى آخر. حيف يعني ظلم، يعني جور، عبارتك مالت وراحت إلى معنى ثاني، لكن أنا عارفك فحوى كلامك كده هو يقول إن أنت مش عايز المعنى ده، ده أنت أردت بيه إن الواجب واحد لا بعينه، إيه اللي بتقوله الأشاعرة والفقهاء. فإن أبا هاشم اعترف بأن ترك الخلال لا يأثم، لا يأثم إثم من ترك واجبات، ده بص اهو ده صريح اهو، قالوا انه لو ترك الواجبات الثلاث لا يعاقب عليها عقاب ترك ثلاث واجبات، انما هيعاقب على واحد منها عقاب ترك واجب. يبقى هو نفسه بيقول نفس الكلام اللي قاله الأشاعرة وهم أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفقهاء، طبعا كانش فيه وهابية، وهابية ديت يعني ايه
نهاية قرن الشيطان، بس ما كانش موجود يعني، ما كانش في حاجة اسمه وهابية يعني، محمد بن عباس والسلفيين والكلام ده، لأنه هو كلما كان هناك عصر ساد فيه التفكير وعصر ساد فيه العلم اضمحل فيه الذهنية الوهابية. كفكرة ولا كفكرة؟ يعني كفكرة جديدة؟ فكرة يعني في فحواها كده بنفس التصانيف دي، يعني ما كانتش منتشرة، ممكن تكون كده بذهنية بعض الناس. أصل هو خلي بالك الوهاب، لا مش قديم، أنا بتكلم على الباكج بتاع الوهابية، أنا بتكلم على الباكج يعني بتكلم على الذهنية المتكاملة. لكن التقسيم قديم، التقسيم من قام ابن الزغوني و إلى آخره، واخد بالك؟ لكن أنا بتكلم بقى مولانا على الباكج كله ده كده، وانتشاره واشتهاره ويعني شرب العوام له. كتيار وكان في موجود الهبل ده، ده المعتزلة كان عندهم عقول عنهم. فإمام الحرمين بيقول له إيه بقى؟ فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم إثم من ترك واجبات، وده من كبار القوم، من كبار المعتزلة، ومن أتى بها جميعا لم يثب، هي يثب مش يثبت، صححوها، لم يثبت له ثواب واجبات، أو لم يثب عليها ثواب واجبات، وممكن تمشي يثبت، عندك يثبت؟ والله أنا شايف لم يثب، سواء لم يثب له الثواب ما بقاش له، ثبت عليه، لم يثبت عليها، لم يثب عليها، لا هيثب عليها، لم يثب عليها أي على الخصال. عندي لم يثبت له ثواب واجبات. أنا شايف يا مولانا، لأن النسخة دي محرفة يعني. دي محرفة؟ ده فيها بلاوي. أصل معلش أخوك من حوالي 14 سنة كان شغال عليها، قعدت عليها كام سنة كده وقبل كده، لا فيها بلاوي. عندي وكل ده متصنف في المكتبة. لم يثب عليها أي على الخصال ثواب واجبات. طب ما هو ده، يبقى من تركها جميعا لا يأثم على الجميع إثم ترك واجبات. يعني إذا ترك الجميع هيعاقب على أنه ترك الثلاث واجبات؟ طيب هو نفسه بيقول لا، اللي هو يعني عقلية المعتزلة، ويقع الامتثال بواحدة. طب ولو عمل واحدة بس ولم يفعل الآخرين اليمتثل؟ طب ما ده دليل على أنه هو يقول بنفس العبارة السابقة بحذافيرها. أصوأ يا مشايخ، لازم نفهم حاجة واحدة، أنه الكلام ينبغي أن يقرأ بسوابقه ولا واحقه، لأنه ممكن الإنسان العبارة تخونه فيبين في ذيل كلامه ما أراد في ابتداء كلامه. فاقرأ الكلام كله كده على بعضه وتأمله، ولا تكن متسرعا في الفهم، ولا تعتمد على يعني مطلق الظواهر، لأن الظواهر قد يكون هناك ما يدفعها. فلا يبقى مع هذا لوصف الخلال بالوجوب تحصيل، ملوش معنى. ليه؟ لأن أنت قلت بنفسك أنه لا يثاب عليها ثواب واجبات، وقلت لو تركها لا يعاقب عليها عقاب واجبات، ولو فعل بعض واحدة منها يكفيه ذلك ويحصل به الإجزاء. يبقى ده معنى إيه؟ يبقى هذا معناه هو نفس ما قالته الأشاعرة، العبارة تؤدي إلى هذا، عبارتك تؤدي إلى معنى عبارة الأشاعرة. ده كلام إمام الحرمي. وتأويل هذا اللفظ عند الهاشمية أن ما من خصلة من الخصال التي وقع التخير فيها إلا وهي لو فرضت واقعة لكانت واجبة. يبقى ده معنى كلامهم، إن ما من خصلة أنت أديتها وفعلتها
من أجل أن تكون محققة لذلك الكل إلا وأنها تكون موصوفة بالوجوب. زي ما قلنا يعني أنا هعمل مثلا خصلة الإطعام وأكتب يبقى الإطعام ده واجب. ليه؟ لأنه قد تحقق فيه ذلك الكل الذي أمرت به، فهذه الخصلة توصف بالوجوب باعتبار أنها محققة لذلك الكلي الذي قد أمرنا به. شو بقى العلامة العطار بيقول لك إيه؟ بيقول لك كما ترى راجع إلى أن الخلاف لفظي. بس طب والإمام الرازي إمام، هو خلي بالك هنا أيضا ترى أن الإمام العطار العلامة العطار بيفهم عقلية الإمام وفكر كيف فكر ويفهم عقلية الرازي أو عقلية الآمدي، لأن الآمدي بيقول أن الخلاف معنوي ويعرف كيف فكر. فبيقول هنا وكأن من جعل الخلاف معنويا نظر لظاهر مقالتهم الثابت، غر بالعبارة، غر ظاهر العبارة ولم يحرر هذه المعاني ولم يطلب الكلام من بدايته إلى نهايته. كأن من جعل الخلاف معنويا نظر لظاهر مقالتهم المذكورة، نظر إلى ظاهر الإيه؟ العبارة. ظاهر العبارة بصراحة يقول لا، يقول إن ده مختلف عن عبارة الأشاعرة والمعنى مختلف، وهو أن الثواب والعقاب على الكل. يعني هو لما يثاب يثاب على، يعني إذا فعل الثلاثة مع هيثاب على الجميع ثواب الواجبات، ولو ترك الثلاثة هيعاقب على الجميع عقاب ترك واجبات. فده معناه إيه؟ معناه إنه الكل واجب، لأن الثواب على الكل ثواب الواجب، والثواب العقاب على الكل عقاب ترك واجبات. يبقى هو غر الظاهر. وقد نقل الآمدي أيضا عن المعتزلة أنه لا ثواب ولا عقاب إلا عن البعض. يبقى راجع أيضا تأييد لما ذهبت إليه السادة الأشاعرة، إن العقاب على إيه؟ على واحد، يبقى هو واحد ده الذي أمر به، ولكنه واحد لا بعينه. ده تحقيق كلام العلامة العطار، ويبين لك إن الخلف بين الأول والثاني خلف في العبارة لا في المعاني والأحكام. طيب كلام جميل. وقيل ده قول تاني، الواجب معين عند الله. يبقى ليس، يبقى هذا القيل في مقابلة ان الواجب واحد لا بعينه. احنا بنقول لك كلام امام الحرمين. وقيل الواجب واحد معين عند الله تعالى. يبقى الواجب واحد معين عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ قال والله أصله المأمور يجب أن يعرف ما أمر به قبل أن يأتي به، وهذا يستدعي أن يكون معلوما، وإلا إذا كان مجهولا لاستحال طلب المجهول. لا، ما أصل أنا عاش من أجل أن أمتثل، لابد أن أكون عارف ما وقع به الامتثال. هل أمتثل بشيء مجهول؟ ده أنت كده بتكلفني بالمحال وقوعا مش جوازا عقليا. ولذلك هنا قال إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به لأنه طالبه. يعني أنا هو ينبغي علي أن أكون عالما بهذا المطلوب من أجل أن أنفذه وأن أحققه.
ولا هو بيتكلم في ده في جانب الله، إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به. لا، ده هو بيتكلم في جانب الآمر مش في جانب المأمور، إحنا بنتكلم في جانب المأمور، ده هو بيتكلم في جانب الآمر. كيف يكون مجهولا عند الآمر؟ إحنا عللنا بالمأمور، وهو في المعنى أعتقد أنه سليم وصحيح، لكن هو بيتكلم في الآمر. يجب على، يعني ينبغي أن يكون الآمر عالما بما يأمر به حتى يصح منه أن يتعلق الطلب بقصده. يعني إذا كان جاهلا أو إذا لم يكن عالما بما يأمر يستحيل أن يتوجه إليه فيطلبه ويتعلق به إرادته، ويستحيل طلب المجهول. وهنا بيقول أشار بهذا إلى صغرى قياس من الشكل الأول استدل به صاحب هذا القيل، وهو المأمور به يجب أن يكون معلوما للآمر. أو دي بقى المقدمة الأولى، المأمور به يجب أن يكون معلوما للآمر. ليه؟ لأنه لو لم يكن معلوما للآمر لاستحال أن يتوجه طلبه إليه لاستحالة التوجه إلى المجهول. يبقى المأمور يجب أن يكون معلوما للآمر. الكبرى إيه؟ وكل ما يكون معلوما، وكل ما يكون معلوما للآمر يلزم أن يكون معينا. طب وإذا كان معلوم للآمر يبقى معين بالضرورة، لابد أن يكون معينا، لأنه إذا كان معلوما لا يكون إلا معينا. ينتج إيه بقى؟ يبقى وكل ما يكون معلوما للآمر يلزم أن يكون معينا، يبقى ينتج عندنا المأمور به لابد أن يكون معينا عند الآمر. يبقى المأمور يجب أن يكون معلوما للآمر، وكل ما يكون معلوما للآمر، احذف دي، وكل ما يكون معلوما للآمر، المأمور يجب أن يكون معلوما، يبقى المأمور به يلزم أن يكون معينا. هتحذف موضوع الصغرى؟ لا، محمولها. هتحذف تحذف محمول الصغرى مع موضوع الكبرى، يحصل لك النتيجة. يبقى المأمور يجب أن يكون معلوما للآمر اللي هي الكبرى الصغرى. طيب وكل ما يكون معلوما للآمر يلزم أن يكون معينا، هينتج إيه؟ المأمور لابد أن يكون معلوما للآمر. ولما كانت هذه الكبرى غير مسلمة لم يذكرها الشارح، اللي هو كل ما يكون معلوما للآمر يلزم أن يكون معينا، هذه غير مسلمة، بل أشار إلى ردها بقوله لا يلزم. لا يلزم أن يكون إيه؟ أن يكون معينا، إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به ويستحيل طلب المجهول. أنت عندك عبارة المحل يا أحمد؟ المحلي ولا لا المحلي؟ معين عند الله تعالى، إذ يجب أن يعلم الآمر المأمور به لأنه طالبه ويستحيل طلب المجهول. هي عبارة المحلي. وبعد كده قال إيه؟ بعد كده بس. ما هنا بيقول لك ولما كانت هذه الكبرى غير مسلمة لم يذكرها الشارع، بل أشار إلى ردها، دي حاشية البناني، بقوله الآتي. قلنا أهي. وأيضا ذكرها العلامة الخطيب أهو. قال لا يلزم من وجوب علم الآمر المأمور به أن يكون معينا عنده، بل يكفي في علمه أن يكون متميزا عنده عن غيره. يبقى مش لابد أن يكون معلوما من كل وجه، بل يجب أن يكون
معلوما من وجه ما، يعني ما يكونش مجهول مطلق، يعني واحد من الثلاثة هو الواجب، يبقى هو معلوم ومتميز في ضمن هذه الثلاثة، لكن مجهول مطلقا لا، لأنه كيف يتعلق طلبه به، كيف يتعلق قصده به، لكن تعلق قصده بواحد من الثلاثة، علم أم لا؟ علم بوجه ما. ولذلك يقول لك لا يلزم من وجوب علم الآمر المأمور به، يبقى احنا مسلمين انه يجب ان يكون الآمر عالما بالمأمور به، لكن لا يلزم من هذا ان له لابد ان يكون معينا، بل يكفي ان هو المأمور به ان يكون متميزا عن غيره بوجه من التميز، يعني لابد، ليس شرطا ان يكون معلوما من كل وجه، بل الشرط الا يكون مجهولا من كل وجه، لكنه اذا كان في ضمن الخصال هيكون متميز ومعلوم من وجه ما. فان فعل، طيب على هذا بقى اللي هو اذا كان الواجب واحد معين عند الله تعالى، فان فعل يبقى الفاء هنا ايه؟ تفريعيه، دي ايه؟ تفريع. فان فعل المكلف الشيء المعين عند الله تعالى فقد صادف الواجب. شوف بقى الكلام ده، هو ده المحل، خليك معايا عشان لو في زياده على المحل ولا حاجه نلقطها. يبقى انت لما بتقرا هنا الخطيب كانك قرات المحلي وشيخ الاسلام معا، ايه شيخ الاسلام زكريا الانصاري. فان فعل المكلف، افرض انه المعين عند الله تبارك وتعالى الاطعام، والمكلف الحمد لله أطعم، يبقى المكلف صادف بفعله الواجب عند الله تبارك وتعالى، كان الواجب معينا في الإطعام فالمكلف أطعمه، يبقى صادف المكلف به عند الله تبارك وتعالى. هلا كلام، خلاص سقط التكليف. طب فعل غيره، يعني كان المعين عند الله سبحانه وتعالى الإطعام، هو كاسة، قال يبقى هو ده قام مقام ده. وإن فعل غيره منها، يعني من هذه الخصال، سقط الواجب. يبقى الواجب حاجة وهذا قد فعل ف قام مقام الواجب، زي بالظبط كده انت اقرضت صديقك عشرة رنجت، فراح ادهم لك خمسة ادهم لك 40 جنيه، يبقى الاربعين جنيه ديت اسقطت العشرة رنجت لا مش بالضرورة، لأن ده يعني أصل ربنا كريم حلو يعني بالكرم. وإن فعل غيره سقط الواجب بذلك الغير، هو كسى وربنا عين الإطعام، خلاص يبقى هذه الكسوة قامت مقام الإطعام، يبقى أتى بإيه؟ ببدل الواجب، لأن الأمر في الظاهر. طب ولماذا؟ شو بقى دي تعليل، تعليل للاكتفاء بالبدل. طب لماذا؟ وده كان واحد بيسأله، يعني بيقول له لماذا اكتفي بالبدل؟ قال لأن الظاهر ان الامر بغير معين، قال لأنه في الظاهر كده المكلف ما يعرفش ايه مراد ربنا، هو عارف ان المعين واحد من الثلاثه دول وعمل، فتخفيفا عليه وتيسيرا عليه ودفعا عن للحرج عنه كان ذلك البدل الذي اتى به كافيا لما ثبت عند الله تبارك وتعالى.
وهذا القول كما يقول العلامة الخطيب يسمى قول التراجم. ده قول اسمه ايه؟ اللي هو ان الواجب واحد معين عند الله تبارك وتعالى، ليس معينا عند المكلف، بيسموه قول التراجم. تراجم يعني ايه؟ يعني كأن القول ده عامل زي الحجارة. الأشاعرة مسكوه وضربوا بيه المعتزلة، قالوا الحجارة دي بتاعت المعتزلة، والمعتزلة مسكوا الحجارة وضربوه على الشافعية قالوا لا دي بتاعت الشافعية، بتاعت الأشاعرة. فبيسموه قول الايه؟ التراجم، لأن كل واحد بيتنصل منه وينسبه إلى الفرق الآخر. زي ما أنا عملت كده، خبط الطوبيه جمرة، دي بتاعتك انت مش بتاعتي. يسمى هذا القول قول التراجم، لأن كل فريق من الأشاعرة والمعتزلة ينسبه إلى الآخر، لأنه سب. زي بالظبط كده مجنون ليلى، عارفين مجنون ليلى؟ كانوا بيتبرأوا، قبيلته كانت بتتبرأ من نسبته إليه، يقول لا لا ده مش عندنا، نعمل بإيه؟ ده اتجنن عشان واحدة ست، ما نعرفوش. العربي أقوى من ذلك، لا يأسره حب، لأن الحب ضعف. ومجنون ليلى اتجنن، كان بيمشي على وجهه هائم في درسناه، خلي بالك يعني في كلية دار علوم. مع الأدب وما تأدبش، كله أدب. واتفق الفريقان على فساده. يعني ايه؟ الأشاعرة قال ده فاسد، والمعتزلة قالوا ده لا، السوق ده قول قبيح. وقيل هو ما يختاره المكلف، يعني الواجب عند الله تبارك وتعالى ما يختاره المكلف، يعني قبل اختيار المكلف ما كانش في حاجة واجبة، لكن لما اختار المكلف صار واجبا. الواجب المعين عند الله، لا ده بيتكلم بيقول الواجب المعين عند الله اللي المكلف هيختاره. فإذا المكلف اختار الإطعام يبقى هو الإطعام هو اللي كان معين في علم الله سبحانه وتعالى. يبقى كأنه كل واحد هيختار حاجة، اللي هيختاره اختياره مظهر لعلم الله بذلك، ومظهر إلى أن هذا الواحد هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فهذا قصد إلى الإطعام، يبقى كان الإطعام هو المعين عند الله في حقه. الآخر قصد بذلك الكسوة، كانت الكسوة هي المعين عند الله سبحانه وتعالى في حقه. الثالث قصد الإعتاق، يبقى الإعتاق كان هو المعين عند الله تبارك وتعالى في حق هذا. وهذا يلزم منه أنه يختلف باختلاف المكلفين، ده مختلف باختلاف المكلفين. يبقى المعين ليس واحدا يعني إيه؟ هو في معين، واحد معين، لكن يختلف باختلاف المكلفين. للاتفاق على الخروج من عهد قال لي، لأنه إذا فعل أي واحد أخرج من عهدة التكليف، فهذا يدل على أن المعين ما يختاره المكلف، بدليل أن المكلف لما بيختاره بيخرج به من العهدة. حلو، نقول له إيه بقى؟ نقول له لا، ما هو خرج به من العهدة لأنه يصدق عليه، خلي بالك، يبقى خرج به من العهدة لأنه يصدق عليه أنه تحقق فيه الواحد لا بعينه لا بخصوصه. هو أراد أن يعيدنا إلى أنه بخصوصه، قلنا له لا، ده تحقق الخروج من الواجب به لا لذاته، وإنما لكونه محققا للقدر المشترك الذي أمرنا به. واضحة ده؟ ده من ده
شوف الأشاعرة عندهم مدرسة، مدرسة مؤصلة مؤسسة. فإن فعل الكل طب خلاص، لا ما سيبنا ما أعيش، ما تطلعنيش وإلا ربنا مش هيحبك. بس أنا لما أخلص خالص أعيش عشان ما تشتتنيش. وجمع الجوامع مش سهل، أنا ما بقرأش في الورقات، ده أنا بقرأ في جمع الجوامع. فإن فعل الكل يعني أتى جميع الخصال، فإن فعل الشراح يقول لك إن ده تفريع على القول الأول وهو أن الواجب واحد لا بعينه. فإن فعل الكل يبقى المكلف أتى بجميع الخصال، أعتق وكسى وأطعم على القول بأن الواجب واحد لا بعينه. لكن لا شك إن الاعتاق أثوب وأعلى ثوابا من الإطعام. طعم 10 مساكين ولا اعتاق رقبة؟ طعم 10 مساكين هيعمل له كام؟ هيعمل له 100 جنيه في عصرنا. اعتاق رقبة لما دخلنا على صفحة عبيد دوت كوم وجدنا إن الرقبة ب100,000 دولار. طب ده يبقى اعتاق، ده أنا بقول لك كده مزاحا يعني. يبقى الرقبة أغلى ولا الإطعام 10؟ طب وأنا هكسيهم الكسوة هتعمل لها 100 دولار. طب ده الرقبة 100,000 ورقبة سمينة يعني، رقبة غالية ففيها أعلى ثوابا، طب وفيها كمان أعلى إيه؟ وأدنى عقابا. يبقى في خصلة من الخصال أعلاها ثوابا، وإذا تركت في خصلة أدناها في العقاب. يعني لو تركتها عليك 10 سيئات، لي عليك 10 سيئات خصلة، لو تركتها عليك مثلا 100 سيئة خصلة، التانية لو تركتها عليك 1,000 سيئة. طب الثواب بقى والعقاب هيكون ازاي؟ فإن فعلها مرتبا، هنا بقى يفصل، فعلتها كلها مع بعض ولا فعلتها معا؟ فإن فعلتها مرتبا هتثبت عليها ثواب الأولى، الأولى هي التي يقع الثواب عليها. ولذلك قيل فإن فعلها مرتبا يعني اعتق ثم كسى ثم أطعم، بينها فواصل زمنية. فقيل المثاب عليه ثواب الواجب أولها، لأن هو لو فعلها واقتصر أجزأه ذلك، الأولى، لأن الأولى هي التي يعني حصل بها قطع التعلق، تعلق التكليف به. أول ما عملها التكليف انقطع عنه وخرج من العهدة. صار اللي بعد كده من باب فضائل الأعمال. طب افرض ما عملهاش ولا حاجة عليه، طب عملها زيادة في الثواب وزيادة في القرب من الله سبحانه وتعالى. لو اتى بخصله الثانيه والثالثه حصل له ثواب، ولكن ليس كثواب الواجب. وان فعلها دفعه واحده يعني اعتق واطعم وكسى معا، ازاي ده تيجي ازاي؟ هيوكل، مش هياكل يعني، هيوكل، هوكل اخونا عز بانه هو يعتق في نفس الوقت. قلت مثلا وكلتك عز وأحمد وعامر في أن يقوموا بهذه الخصال الثلاثة على السواء، وهم قابلوا وراحوا نفذوا، بس خلاص يبقى وقعت هذه الخصال الثلاثة معا. فقيل الواجب أنهي واحدة بقى من الثلاثة اتعاملت مع بعض؟ ما هو خلي بالك الفكر البشري ده عجيب، يفرض لك جميع الصور وتعامل. وإن فعل دفعة واحدة فقيل الواجب أعلاها. بس ربنا كريم، أعلاها ثوابا هي ذات اللي هتقع واجبة وهتثاب عليها ثواب الواجب.
يبقى الايه الاعلى ثوابا؟ الاعتاق، لان الاعتاق اكثر في المال فيكون اكثر في الثواب، فهذا هو الذي يقع واجبا ويحصل به الاجزاء. طيب، وذكروا ان ثواب الواجب ضعف المندوب 70 ضعفا. والكلام ده يقول لك هنا في الكتاب ذكره الامام النووي في زياده الروضه في اول كتاب النكاح عن امام الحرمين وعن بعض العلماء، ان ثواب الفريضه يساوي 70 من النافله. يبقى كانه اعتق 70 مره بالنسبه، يعني واحد اعتق مره واحده واجبا، والاخر اعتق 70 على سبيل السنه تساوية. هي كده يساوي ده عمل مرة واحدة واجب، وده عمل 70، الاثنين تساوية. لا، وقال هنا ايه؟ بيقول لك ثوابا وثواب الواجب كثواب 70 مندوب، اهو وثواب الواجب كثواب 70 مندوب، كما يؤخذ مما ذكره النووي في زيادة الروضة أول كتاب النكاح عن إمام الحرمين عن بعض العلماء، أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة 70. لا، الكلام دوت كأنه المراد به الأول، اقرأ كده أولها. وثواب الواجب كثواب 70 مندوبا، ك مثل ثواب 70 مندوب. تحت كلام تاني يقول لك أن ثواب الواجب يزيد على ثواب النافلة 70 درجة. ممكن يكون ده قول آخر. هو الكف للتقريب، والتقريب بمعنى التحليل، يعني ممكن يزيد كثوابي، بيقول لك مثل ثواب يعني يساوي، أصل المثلية هي المساواة. فبيقول إن 70 تساوي الفريضة، 70 نافلة تساوي فريضة مثلها بالظبط. التحت بيقول ايه؟ بيقول لك لا، ده الفريضه الواحده تزيد عن 70 نافله، يعني ب 71. ده الكلام الاولاني بيقول له السبعين الواحد ب70، تاني بيقول له لا، الواحد ب71. ده معنى كلامه كده. ففي هنا بس دي في المخطوطه كده، لان انا مراجع المخطوط النسختين عشانك انت يا مشيخ احمد. بيقول لك كثواب يعني مثل يساوي، هو التشبيه غير التمثيل، او الشبيه غير المثيل. مثل ثواب 70، والمثليه تفيد ايه؟ تفيد المساواه. يعني اما اجي اقول لك 2 مثل 2، يبقى 2 مثل 3. لا، زي كالجزء، لانه كالجزء. طب هات عباره الروضه، ايه رايك؟ اصلا هو بناء على عباره الروضه. طب هات عباره الروضه، هات يا ابن عبارة الروض. الواد احمد ده انا بحبه عشان بيقف كده يشاكس في العلم، وهذا مفيد. حبيبي قلبي، الامام الشافعي قال لك من تعلم علما فلا بد ان يدقق لئلا يضيع دقيق العلم. انا معاك وما بخافش، ولو فهمت هتقول لي كلامك، هقول لك كلامك رائع، ولو كلامك ما فهمتوش هقول لك غلط وهسفخك. لا، أصل أخونا صديق بيقول ما يختاره المكلف المعين، بيقول الواجب المعين عند الله ما يختاره المكلف، وهذا قول المعتزلة. مش كلهم يعني، ده قول بعضهم والقول الثاني للبعض الآخر. يعني يقول لك وقيل يوجب الكل، قاله المعتزلة. هنا عندك في النسخة اللي معاه نسخة بيقول قال المعتزلة، لا هي قاله المعتزلة في صفحة 191 الروضة. يا سلام، والرأى هات كبير، الله، ده جايب الروضة كلها ومعها الطالبين كمان. بيقول لك ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات، والحكمة فيه زيادة الزلفة والدرجات، فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم.
قلت قال إمام الحرمين هنا قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة بسبعين درجة، واستأنسوا فيه بحديث والله أعلم. نهاية الكلام ده بقى يا مولانا يقول كلام الواد زيد صح، بس يبقى عندنا هنا كان ثوابي التقريب مش التحديد. تقريب ايه يا شيخ احمد؟ هو الكاف بتبقى التقريب، اصل التشبيه معناه تقريب، القرب المشبه المشبه به. لا معناها التمثيل، ده مثل ده. لا هو يعني عايز يقول وثواب الواجب يقرب ثواب سبعين. اه يقرب. طب ثواني، يقرب من ثواب السبعين. ده بيقرب للسبعين، يعني ما زادش عليها. لا 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 يزيد. التقريب يا مولانا التقريب لا يعني. أنا عايزك تقول لي مفهوم كلمة. أنا عارف إن الكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتنظير. والتشبيه يا مولانا معناه إن المشبه كالمشبه به في الثواب. يبقى السبعين، خد يا مولانا. السبعين في النافلة شبيهة بالواحد في الفرض، لكن لما يقول لك كسب، طب انت ايه؟ لما قريتها اول مرة فهمت منها ايه؟ وثواب الواجب كثواب سبعين مندوبا. لا بس في فرق بين كثواب ومثل ثواب. طب ما هي الكف هنا للمثل. لا ليس كمثله شيء. لا الكف الكف للتقريب. طب هات لي يا مولانا من اللي قال انها للتقريب ومعنى التقريب ايه؟ زي الامام السبكي لما قال انا عدلت عن الايه؟ عن الـ عن الـ عن مرفوعي الى الـ الى الـ الى الـ الى المفعول، لان الالف واللام كالجزء من الكلمه وليس كلمه. كلامك جميل ده، احنا بنقول هنا يقرب صح كده؟ يعني قريب. يبقى ثواب، خلينا نفسرها كده، ثواب الواجب يقارب سبعين مندوبة. يبقى ما قالش يزيد، يبقى يقارب معناها ايه؟ يعني لم يصل، يعني تقريبا يعني. لا هو المقارنة مش معناها الوقوف، يعني انا لما بقول لك مثلا انا اشتريت كتاب لا كان قال بقى يزيد 70 جنيه تقريبا، يعني هل معنى الكلام ان العربي ما يفهمش ان ممكن يكون 71؟ لا ده كأنه بيفهم انها 69، ما انا عربي خلي بالك، وجدودي كلهم قريشيين لان انا حسني، واخد بالك؟ فهتلاقي جوايا كده المشرب اللغوي. بالنسب يعني. واجدادي هكذا كلهم، الحمد لله معايا الوثيقه بتاعت نقابه الاشراف. ومعلقها كده في البيت. قال الحافظ فائده نقل النووي في زياده الروضه عن امام الحرمين عن بعض العلماء ان ثواب الفريضه يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة. قال النووي واستأنسوا فيه بحديث، والحديث المذكور في ذكره الإمام في نهايته، وهو حديث سلمان مرفوعا في شهر رمضان، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة. النص يا عم شيخ. ماشي، ما هو الكاف ان هو الناس استخدموا الكاف. لا ما استخدمش الكاف. لا في الاول، في الاول. لا لا بس ما ده النبي بقى. في الاول الحديث. ده سيدنا النبي يا جدع، سيدنا النبي. قال من تقرب فيه بخصله من خصال الخير كان كمن ادى. طيب بص بقى يا شيخ عم. ومن ادى فريضه فيه كان كمن. كان. طيب كان يعني يقارب. لما تيجي تقول لي انا اشتريت السلعه دي ب70 تقريبا. يتفهمي انها ما عدتش السبعين، ده هي تقاربها وتدانيها ولكن لها لم تبلغها، زي افعال المقاربه ككاد واوشك، يعني قرب بس ما لابس السبعين، ده تدل على انها يعني ايه قريبه منه. 69 69 ونص 69 وربع 68 لكن 70 لا 67 لا 67 دي نكسه. قال في التلخيص بيقول لك ومقصوده رحمه الله ان ابن خزيمه علق القول بصحته. هو بيتكلم على تخريج الحديث، وده ايه ده؟ ده كتاب ايه يا مولانا؟
فتاوى الاسلام يا نهارك اسود باشراف الشيخ محمد صالح المنجد. لا اله انت بتستعملني ولا بتخليني اقرا كلام الوهابي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انت بقى كافي ميكس كل شيء وعكسه. خد يا مولانا استغفر الله الذي لا اله الا هو. بقى تخليني اقرا وفي الاخر يطلع. بس هم لا هم ده بحث وهم ناقلين فيه عن الامام النووي. بس عندهم الامام النووي اشعاري بياخدوا منه ازاي يعني؟ البناني. طيب بس هنا بقى الكلام هنا الواد زايد ضرب المشكلة وطلع يجري بيقول لك كما يؤخذ. طب العبارة دي بتاعت أيضا بتاع شيخ الإسلام في غاية الوصول، شوفوها لنا كده، لأن هي العبارة يعني هي مش متهافتة يا شيخ أحمد. لا بتكلم لو احنا قلنا للكاف تفيد التحديد، ولو انت قلت انها للتقريب مش هتبقى متهافتة، ده تبقى عايزة ان انت تتضرب. ده كتاب مين ده؟ حشية مين ده؟ ايه؟ رياضة العقول لآصف الأندونيسي؟ مين اللي يعرفه منكم شخصيا؟ حد يعرفه؟ أنا قادر. طيب. وأشعري. لا كويس. وله كتاب اسمه نتيجة المهتم. طالب علم كويس يعني، كويس جدا. طب يقول لك إن فعلها مرتبة فالواجب أي المثاب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب 70 مندوبا. بيقول أخذ من حديث ابن خزيمة ولا يضر ضعف هذا الحديث لأن ذلك من قبيل الترغيب والفضائل والحث على الاهتمام بالواجبات. نقل عبارة البناني. ولا نسلم تعقيد صحة الاستدلال مثل ذلك بصحة الحديث بل يسوغ الاستدلال عليه بالضعيف. قاله ابن قاسم وأشار بذلك لرد ما قاله شيخ الإسلام إن من هذا الحديث يستأنس به كما عبر بذلك النووي ولا يستدل به لأنه ضعيف. فمين حاجة؟ هو بس عايز يقول إيه؟ عايز يقول إنه شيخ الإسلام قال ويستأنسه بهذا الحديث، فهو عايز يقول له لا ده يستدل به مش يستأنس به، لأن الاستئناس ده حاجة إيه يعني فيها اطمئنان للقلب ولكن ليس دليلا يعني، ده للأنس يعني كأن أنا إيه بقوي بيه الدليل الأصلي، لكن هو دليل وعايز يقول له هو دليل وليس استئناسا. أه يبقى أنت لابد أن تفهم مصطلحات الأمور، يعني إيه دليل ويعني إيه استئناس. طيب ما هو ما يعني أيضا ما أضافش لنا شيء. ونقل كلام البناني وخلاص. على كل حال العلماء ما بيدققوش في مثل هذا يعني. ليه؟ لأنها مبنية على فضائل الأعمال وخلاص. هات لي بقى كلام شيخ الإسلام. بيقول لك وثواب الواجب كثواب 70 كما يؤخذ مما ذكره النووي في زيادة الروضة أول كتاب النكاح عن إمام الحرمين عن بعض العلماء أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة. لا هو بص بقى هقول لك أنا لقيت لكم حل العبارة. اسمع بس. ما أنا عارف فكر. فين يا ابني؟ الشيخ أحمد ده هيتعبنا معاه على الفاضي. فين يا ابني بس دي؟ إيه. بيقول وبما قررته علم أن محل الثواب والعقاب. لا انت ابني مش تداني وتعلم عليها سايبني كده احتار. لا مش هنا، لا في الحشية.
هو هنا هقول لك انا، هو هنا بيقول ايه؟ اولك عن بعض ان ثواب الفريضه يزيد على ثواب النافله. صح؟ حدش قال لك ان ده الكلام ده صح؟ واحنا اللي ما دققناش في الكلام. ان ثواب الفريضه يزيد على ثواب النافله. صح؟ قد ايه بقى الزياده ديت؟ قال له الزياده تساوي 70. بس كده. يعني ان الفريضه تساوي 70 نافله. وما فيهاش مشكله. أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة، كلام ما فيهوش مشكلة. لأن السبعين من النافلة تساوي الفريضة الواحدة، قد إيه بقى؟ قال له هذه الزيادة مقدرة بالسبعين. فكأنه قال ومقدار هذه الزيادة 70 ضعفا من النافلة. ما قالش بقى ايه زيادة على 70. عارف امتى؟ زي ما احنا فهمنا في اول الامر، لو قال زيادة على 70 يبقى هي المشكلة هنا. لكن ما قالش كده، قال ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة. طيب كأن سائل سأله قال له ما هذه الزيادة بكم تقدر؟ قال له تقدر ب70 درجة. بس كده. يعني 69 مثلا؟ مقدار الزيادة بالظبط 69؟ مقدار الزيادة 70 بالظبط. يعني 71؟ 70 بالظبط. اه 70 بالظبط يعني. طب والواحد، الواحد اللي 70 ده داخل ولا خارج؟ لا خارج. خارج بره الرواق. لا 70، 70 بالظبط. 70 يعني كده؟ لا 69 ولا 71، 70 بالظبط. 70 هنقول ان الفرض هيزيد على النفع ب 70. تمام؟ صح، هو بيقول كده. يعني لو هنضيف، هنضيف بقى اللي هو مقدار الزياده، لو احنا حابين نضيف مقدار الزياده على الايه؟ على النفع، هيبقى 71 ولا هيبقى 69 ولا هيبقى 69؟ الباء هنا للملابسه. يعني ملابسا ب70 درجة. ملابسة ايه؟ ملابسة الزيادة. يعني عايز يقول له الزيادة ملابسة للسبعين. الزيادة قد ايه؟ قال له 70. بيقول لك الباء لتصوير الزيادة يا سيدي. الله! ده الصديق ده يبقى علامة. تصوير الزيادة. الله! واحد يقول لك للتقريب والتاني للتصوير. احنا هنا هنعمل لغة جديدة، نحو مفهوم جديد للغة. حلوين برضك فكر، لكن العبارة سليمة 100%. وأولها لا يناقض آخرها، وآخرها لا يناقض أولها، وإن زعم الزاعمون وتوهم الواهمون، والله حسبنا ونعم الوكيل. فمولانا هي سليمة 100%، ولكن يعني هذا الذي حدث في عقولنا ناشئ عن ايه؟ عن ان احنا ما تأملناش الكلام صح. فهمنا كده؟ هنا بقى ايه العطار بقى قال ايه بقى؟ ما نشوف العطار يعني. العطار بعد ما ذكر الحديث قال: قال إمام الحرمين في النهاية: قابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه ب70 فرضا في غيره، فاشعر هذا بان الفرض يزيد على النفل ب70 درجه من فرض. بس صح، صح، ان النفل يزيد على الفرض. قد ايه الزياده؟ كم مقدار هذه الزياده؟ فالباء انما هي لتفسير الكم، كم الزياده. ونقدر نقول كده بعباره لطيفه قالها اخونا، والله عباره جميله قوي، قال اخونا صديق إن الباء هنا لتصوير الزيادة. عبارة جميلة ودقيقة ورقيقة ومعبرة عما في قلوبنا. لا حلو، حلوة من الأخ الصديق، هنحطها إن شاء الله في النسخة الجديدة. ونقول لقد أمدنا الأخ الصديق. مش تصوير نفس الزيادة، تصوير مقدار الزيادة. صح، صح. شوف بقى ده التدقيق العربي.
طبعا مش حد بيدرس بالعلم ده بالطريقه دي. خلاص درس حلو والله، وانتوا حلوين وفي بركه فيه. طيب واللي حد يسال، انت عايز تسال تقول ايه؟ قول المعتزله ويسقط بواحد. قول المعتزله ويسقط فين يا شيخ زيد؟ الكل الكل ويسقط بواحد. اللي هو في الاول خالص. اليس هذا هو حقيقه التخيل؟ لان الخصال كلها واجبه. الخصال كلها واجبه من حيث هي؟ ولا واجبة لأنها تحقق الواجب؟ يعني هي واجبة لذاتها أم أنها وجبت بسبب أن هي حققت الواجب، كانت زيا للواجب؟ فيتحقق الواجب بسقوط واحد لفعل واحد، هذا هو حقيقة التخيل. لا، احنا الكلام بتاعهم اللي مفهوم على أساس أنه هو الخلاف معنوي، أنه هو بيقول كل خصلة من حيث وهي واجبة، لكن إحنا ما بنقولش كل خصلة من حيث وهي واجبة، إنما نقول هي واجبة لأنها يدخل فيها الواجب. القدر المشترك ده دخل في أي خصلة من الخصال، دخل فيها القدر المشترك صارت الخصلة دي واجبة، دخل في غيرها صارت الخصلة الغيرية واجبة. يبقى الخصلة ليس الخصلة أو الخصلة ليست واجبة لذاتها، وإنما لأنها حققت القدر المشترك الذي أمر الشرع به. زي أنا كده أهو، لبست زي الجلابية دي، صارت هذا الجلباب يعني مكرم بتكريم، طب قلعته ولا لأي فائدة؟ فهم بيقولوا لا، ده هي من حيث هي واجبة. قلنا لهم لا، ده هي واجبة عند من قال إن الخلاف معنوي، لأنها ناقشناه، لأنها قد وضع فيها القدر المشترك فصارت بوضع القدر المشترك واجبة. قال لا، ده هي واجبة من حيث هي أو من حيث الوصف. وصف إيه؟ كل هذه الخصال واجبة لذاتها أم لأنها محققة للقدر المشترك؟ الأشاعرة يقولون هي واجبة لأنها قد حققت القدر المشترك. المعتزلة عندما يقول بأن الخلاف خلاف يعني حقيقي، لا. طيب كلام حلو. السادة بقى الكلام ده أنا ما قلتوش في وأنا بشرح المنهج. كل كتاب بيبقى ليه نفسه، كل كتاب له إيه؟ له نفسه. وإن تركها لم يأتي بواحد منها عن بكرة أبيها، سابها كلها. وإن تركها فقيل هيعاقب على أدناها أم يعاقب على أعلاها؟ على أعلاها عقابا أو على أدناها عقابا؟ فقيل يعاقب على أدناها عقابا إن عوقب، لأن العقاب موقوف على المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فإن عاقبه يعاقبه على أدناه، وهذا هو المعتمد. ليه؟ ده الإمام الخطيب، ده اختيارات الخطيب الشربيني، خلي بالك ممكن حد كده ياخدها منكم ويعملها رسالة علمية كده صغيرة ويتناولها بالتحليل العلمي ويستدل عليها، تبقى اسمها ايه؟ اختيارات او تصحيحات الخطيب الأصولية. يلا المعرض اللي جاي اشوفها في المعرض. طب لماذا؟ قال لي خلي بالك انه هو لو فعل هذه الخصلة الأدنى هيخرج بيها من دائرة الواجب أم لا؟ طيب يبقى إذا كانت هي محققة للخروج من دائرة الواجب فهي كذلك دائرة يعاقب عليها.
لأنه إذا كانت معتبرة في إسقاط الواجب فهي معتبرة كذلك في العقاب. كلام حلو، أول مرة أقول. وقيل، لا مش عايزين بقى وقيل، خلاص بقى قيل إيه. طيب بعد كده في شوية حاجات كده، مين اللي عايز يسأل؟ بيقول لك فإن لم يكن فيها أعلى وأدنى كل الخصال، ده بيفترض كل ده افتراض عقلي، إن الخصال كلها متساوية، ديت ثوابها 10 10 10، عقابها 5 5 5، هتتجلد فيها 5 جلدات مثلا، كلها متساوية، فإن لم يكن فيها أعلى وأدنى بأن تساوت ثوابا وعقابا، لأن هو بيصب بيتكلم دائرة المنطوق يفهم إنه يقوم يتكلم على المفهوم، يعني كأنه بيغطي إيه؟ بيغطي المفهوم والمنطوق في الأحكام اللي أنا بسميه الاستيفاء. فإن لم يكن فيها أعلى وأدنى بأن تساوت فثواب الواجب على كل واحد من، خلاص ما فيش مشكلة، دي ما فيهاش مشكلة، إنه ده 5 وده 5 وده 5، أي واحد 5 بقى منهم، طب تركها واحد تركها جميعا لا يتعاقب 5 وخلاص لأنها متساوية، سواء بقى فعلها معا أو تركها معا أو فعلها مرتبا. فعلها مرتبا هنقول له إيه؟ ما هو ما فيش أعلى وأدنى، هاته 7 على 5، أي 5. وقيل في المرتب الواجب ثوابا أولها، وده اللي اعتمده أيضا الخطيب، شوف أهو تاني حاجة اعتماده للخطيب، انت كمان لو هتدرس اعتمادات الخطيب تحاول تعملها دراسة مقارنة تشوف هو تأثر بمين، بس هو غالبا هتلاقيه تأثر بالشيخ الإسلام او بالشيخ خالد الأزهري. وقيل في المرتب هيثاب عليها ثواب الاول، لانه لو اكتفى على بالاول ها لحصل به الخروج من دائرة الواجب، وان فعلت معا فأعلاها إن كان فيها أعلى. طيب وبعد كده بيقول لك موضوع هذه المسألة إذا شرع التخيير بنص، ده تدقيق مهم أوي نقله هو عن الزركشي، بيقول موضوع المسألة إذا شرع التخيير بنص، في عندكم شرعة دي زيادة الثانية بنص شرع، احذفها، إذا شرع التخيير بنص فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن شرع بغيره، إن شرع بغير نص فلا مدخل له في المسألة، مثل التخيير المستنجي بين الماء والحجر، لا أقول هذا من قبيل الواجب المخير، لا أقول هذا من قبيل الواجب المخير، والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران، هي هنا العبارة في المخطوط يا أولاد من أراد أن يصلح هي بين التمتع والقران والإفراد، فلا مدخل له في المسألة. لكن الجويني اللي هو أبو محمد الجويني اللي هو والد إمام الحرمين جعل التخيير
بين الماء والحجر منها. قال لا، ده سواء كان التخيير بنص أو كان التخيير بغير نص، موضوع المسألة فيهما معا. كلام جميل، وأظن حتى المحل مش هيبقى تعرض لمثل هذا وأطلق المسألة إطلاقا. بعد كده بقى هيتكلم على مسألة ضد اللي فات. ويجوز، يبقى احنا اتكلمنا على ايه؟ الواجب المخير. عندي بقى اسمه ايه؟ الحرام المخير، او بلاش الحرام المخير، هنقول جواز تحريم واحد لا بعينه. جواز تحريم واحد لا بعينه يعني ايه؟ اذا قيل لك لا تأكل السمك او اللبن او البيض، يبقى المحرم عليك واحد منهما لا بعينه، يا السمك يا اللبن يا البيض. فعلى المكلف ان يترك هذا، يعني ما يجمعش ما بينها، ما ياكلش سمك جمبري ويشرب كوبايه لبن وبعد كده ياكل بيض مسلوق او مقلي سيان يعني. فهذا هو المسمى عندهم ايه؟ تحريم واحد لا بعينه من اشياء معينه. ولذلك يقول ويجوز عند اهل السنه الاشاعره والماتريدية تحريم واحد لا بعينه. والواحد لا بعينه هو ده القدر المشترك الذي يوجد في واحد منها معينا، أي واحد منها، خلافا للمعتزلة لأنه منعوا تحريم واحد لا بعينه، كما أنهم منعوا من إيجاب واحد لا بعينه، لأنه هو ماشي بمنهج واحد، واحد لا بعينه لا يجب، يبقى واحد لا بعينه لا يحرم. كالواجب المخير، مثلها مثل الإيه؟ الواجب المخير. وهي أي مسألة الحرام المخير في الخلاف كالواجب المخير، دي موجودة في نسخة، يعني موجودة في به ديت النسخة بتاعت السعودية بس، لكنها مش كاملة لأن الكتاب موجود منه ثلاث نسخ، واحدة في الأزهرية، واحدة في الأسكندرية، وواحدة موجودة على النت بتاعت جامعة الإمام محمد ابن سعود، مكتوبة بخط شديد الجمال، إلا أن الكتاب غير مكتمل. في نسخة رابعة لكنني لم أحصل عليها، لكنني إن شاء الله سأحاول الحصول عليها قبل إخراج الطبعة الثالثة، موجودة في القدس. يبقى كالواجب المخير، فالنهي عن واحد مبهم مما ذكر. طيب يبقى احنا هنا بنقول ايه بقى؟ النهي عن واحد منهما، في كاف منهما، لا ده منهما دي تحت. يبقى فالنهي عن واحد مبهم مما ذكر يحرمه مبهما، يعني ايه؟ لما اجي اقول لك دلوقتي لا تاكل السمك او اللبن او البيض على سبيل التحريم، انه واحد؟ تقول لي واحد لا بعينه، لان النهي عن واحد كان مبهم، فيكون الحرمه متعلقه بواحد مبهم. يجي بقى قول تاني كما جاء في الواجب المخير، فيقول لك يحرمه معينا عند الله.
ويسقط ترك الواجب بتركه. ما هو الواجب تركه، ما هو لماذا جعلوا الواحد الواجب المخير مثل الحرام واحد او تحريم واحد لا بعينه؟ لانه الحرام تركه واجب، فيبقى كانها ايه، عملتين لوجه واحد، يبقى وجهين لعمله واحده، مش عملتين، وجهين لعمله واحده. فيقول لك يحرمه معينا عند الله، يبقى في واحد معين عند الله اللي هو حرام، قد يكون السمك او اللبن او البيض. طيب كيف اخرج من هذه العهده؟ انك انت تترك واحد تترك واحد منها. يعني ممكن اكل السمك والبيض، ممكن اكل السمك واشرب اللبن، حلو كده، تركت واحد، يبقى ويسقط ترك الواجب بتركه. او ان هو يترك غيره، افرض المعين كان في علم الله تبارك وتعالى السمك وترك مكانه اللبن، حصل ترك الحرام الذي هو واجب، لأن ترك الحرام واجب. طيب إن كان هو السمك، تركت السمك الذي هو معين عند الله، فقد صادفته ما وجب عليك تركه، وإن كان غيره فقد فعلت شيئا قام مقام ذلك الواجب أو الحرام عند الله سبحانه وتعالى. والتاني بيقول له نفس الكلام، نفس الدين، وقيل يحرمه كذلك. هيحرمه ايه؟ يحرمه غير معين، لكن هو بقى اللي هيختاره المكلف. يبقى الواجب المعين عند الله، يبقى الحرام معين عند الله، ولكن يتعين بترك المكلف. هناك يتعين بفعل المكلف، هنا يتعين بترك المكلف. وقيل يحرمها كلها، زي ما قال ايه، يوجبها كلها، فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات. يعني لو كان السمك واللبن والبيض، هيعاقب على أكل السمك وعلى أكل البيض وعلى أكل اللبن. أكل اللبن، شرب اللبن، واللبن بيتاكل، ده أنتم مش معانا، يؤكل إذا جعل في كيك أو في جعل مع رز بلبن تبعا. لا أصلا لا، بس الزبادي خلاص انصرف اسمه، يعني أم علي، الله يبارك لك، أسكت. طيب ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات، لو تركها جميعها هيثاب على ترك الثلاث ثواب ترك محرمات. طب لو فعلها الثلاثة هيعاقب على الثلاث عقاب اتيان محرمات، ثلاث محرمات. ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها، على الثالث بقى، ويسقط تركها، لا هي ويسقط تركها الواجبة. طيب بعد كده بقى في أقوال أخرى حلوة أوي كده، احنا ايه يعني، خلي بالك ان كل ما أتى هناك يأتي هنا، لأن المسألة تلف الواجب المخير كده يطلع الحرام المخير، بس كده. يعني ما هو لو تتناول السمك او اللبن او البيض، ما هو مثلا ما ياكلش الثلاثة، لو ما كانش واحد، لو ما كانش واحد يبقى كده تحقق الترك، لأن المحرم واحد لا بعينه، اللي سابه دوت لا، هو احنا بنقول الحرام واحد لا بعينه. طب انا تركت واحد، ما هو يبقى اللي انت تركته ده القدر المشترك قد تلبس فيه به، دخل جواه كده. يعني انت لما تركت اكل السمك، الواحد الحرام لا بعينه اللي هو القدر المشترك في ضمن هذه الافراد، انت تركته بتركك لاكل السمك،
طب لو انت كلت الجميع هتعاقب على واحد منها عقاب فعل محرم واحد فقط. ايوه، يبقى هي الفكره كده. وقيل لم ترد به اللغه، عندكم في هنا خطا، لم ترى به لم ترى به اللغه. لا انا عايز اشوف النسخه القديمه، مين اللي معاه النسخه القديمه؟ لا مش دي، قبل كده اللي هي فيها لونين. لا شوفها كده مع احمد احلامي. وقيل زيادة على ما في المخير، على الواجب المخير، يعني إن الحرام المخير ده من طرف المعتزلة هم اللي بيقولوه لم ترد به اللغة، يعني اللغة لم ترد بتحريم واحد لا بعينه، كما إن اللغة وردت بإيجاب واحد لا بعينه. كما وردت بالواجب المخير. وقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، بيوجه بقى ما أتى به أهل السنة من أدلة. طب ربنا بيقول ولا تطع منهم آثما أو كفورا، طب ما نهى اهو، نهى عن طاعتهما إجماعا لا عن طاعة كل واحد منهما، نهى عن طاعتهما اللي هو مين؟ اللي هو الآثم والكفور. إجماع عندكم إجماعا ولا جميعا؟ هي مفترض يبقى جميعا مش إجماعا. طيب نشوف كده المخطوط، بس ده المخطوط نسختين نعملهم في كتاب واحد. من أراد أن يشاهد دي الأسكندرية ودي الأزهرية. لا إجماعا، بس أنا شايف أنه جميعا. هنا إجماعا في نسخة الأسكندرية. إجماعا بس كان لا عن طاعة كل واحد منهما. ايه؟ لا ما بيقول لك نهى عن طاعتهما اللي هما الآثم والكفور معا. أنا فاهم إنه إيه يعني، كان يقول جميعا يعني معا. لا عن طاعة واحد منهما. لا يبقى هي كده. طب استنى بقى. لا ده النص هو اللي ورد بيها. طب استنى هنفهم عشان انا عايز افهم، بحب افهم قوي، ولو ما فهمتش ازعل، ولو زعلت ازعل برضه. استنى نشوف النسخه الثانيه وايه كاتبها لي سبحان الله ومعنونها لي بارك الله فيه جزاه الله خيرا شديدا. اهي دي نسخة الأسكندرية. ده حلو الجمع ده، ممكن إن احنا نخلصه في سنتين. ويجوز تحريم واحد لا بعينه من أشياء معينة، وذلك الواحد هو البدل. لا القدر بدل إيه بس؟ إجماعا أيضا؟ قال لم ترد به أي بتحريمه كما وردت بالواجب المخير وقوله إجماعا. والله يا مولانا عندك إيه بقى؟ اعطونا بقى اللي عندكم. في المحل والعطار إجماعا.
اجماعا. طب وريني كده شيخ احمد. لم ترد به نهى عن طاعتهما اجماعا. اخر سطر في الشرح على الشمال لو اربع رجل كده. قلنا الاجماع لمستنده صرفه عن ظاهره. لا وعايز يقول لك نهى النهي هنا ده بالاجماع. النهي بالاجماع بيقول لك يبقى على ما في ضيق. بيقول لك من النهي لو قاله تعالى جواب من طرف من طرف هذا القائل عما اورده من انه قد وردت اللغه بطريق بذلك بطريق ذلك. فان قوله تعالى ولا تطع منهم اثما او كفورا صيغه نهي عن طاعه واحد من شيئين. وحاصل الجواب ان هذا انما يكون طريقا لذلك. هو عايز يقول لا ده اللي صرف هذا التركيب عن ظاهره الاجماع. طب اقرا كده احمد ودي اللي انا هحطها ان شاء الله. الحاشيه دي لازم تتحط فيه. جواب الشرع ان هذه الصيغه يفهم منها النهي لا. ايه؟ ما هو الاجماع صح. نهى عن طاعتهما اجماعا. لا عن طاعة واحد منهما فليست من الحرام المخير. ده من طرف مين؟ ده من طرف المعتزلة. فهو عايز يقول ان النهي عن طاعة الآثم والكفور هذا النهي بالإجماع. يعني أجمع أهل العلم على أنه يحرم طاعة الآثم والكفور معا. وليس المراد من الآية هو أنه يحرم طاعة واحد منهما لا بعينه. فليست من الحرام المخير. وأجيب بأن أو في الآية لأحد أمرين. يعني هي الإيه؟ يا الآثم يا الكفور. ده دلالة اللغة كده. والعموم إنما جاء من قبل الوقوع في سياق النهي. عموم إيه؟ ما هو بيقول له ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يعني كأنه قال له إيه؟ ولا تطع واحدا منهما. يعني كأنه بيقول له إيه؟ ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لما كان آثما وكفورا نكر في سياق النفي فيعم. فكأنه قال له لا تطع لا هذا ولا ذاك. طيب اقرا لنا بقى اللي عندك في العطار كده بقى واحده واحده. قال رحمه الله قوله هو هنا بيقول ديت قاله تبتزانيه في حاشيته على الكشاف. اظن طبعت هي للاخر ولا اللي طبع جزء منها. تبتزاني حاشيته مش كامله على الكشاف. لا ما هو ده هو بيقول لك قالها على الكشاف. يبقى ممكن يكون قالها بقى في غير موضعها بس هو ما تكملهاش. او ممكن تكون مفقود. ممكن. طيب قول لنا بقى كده بقى العطار بيقول ايه الاول المحلي او الاول هات لنا كده فين الشيخ خالد الازهري. موجودة في الأزهري ولا دي محلي؟ طب قول يا هات كده ونبدأ بهذه في المرة القادمة أيضا. أهي موجودة. ولم ترد به اللغة كما وردت بالواجب المخير. وإن قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا نهى عن طاعتهما إجماعا لا عن طاعة واحد منهما فليست من الحرام المخير. ودفع بأن أو في الآية لأحد الأمرين. والعموم إنما جاء من الوقوع في سياق النهي اللي هو إيه بقى؟ يعني لا تطع أي واحد منهما. مش لا تطع واحد منهما لا بعينه. قال له لكن عندنا قاعدة هي التي جعلت هذا من قبيل العموم في كل الأفراد. بيقول والعموم إنما جاء من قبل الوقوع
في سياق النهي كأنه قيل ولا تطع واحدا منهما قاله التفتزاني في حاشية الكشاف في سورة البقرة أهي نقلا عن كثير من المحققين، دي قالها في سورة البقرة، يبقى هي مش كاملة، هي مش كاملة أصلا. طب الصفحة دي رقم كام؟ الصفحة دي رقم كام من الثمار؟ ازاي انا ما كتبتش ان ده الثمار اليوناني؟ ثواني يا مولانا، الثمار 59 الجزء الاول. اه طبعا لان هو جزئين، طبعة المغرب اظن. طبعة المغرب. طيب هنكتفي بهذا وهنقرأها في المرة القادمة من جديد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ودرس لطيف، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم.